بعد المباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واستنادا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جلسته الاعتيادية الرابعة والمنعقدة بتاريخ 26 من شعبان 1441 والموافق 19 من إبريل 2020 بالموافقة على فتح جامع الفاتح بمملكة البحرين لصلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة لإظهار شعيرة الجمعة، واستفادة السامعين من أجهزة الإعلام مع وجوب تطبيق ما جاء في القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة القاضية بحظر التجمع لأكثر من 5 أشخاص وإلزامهم بلبس الكمامات في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والتجمعات والتباعد الجسدي لأكثر من 2 متر، على أن يكون فتح الجامع تحت رقابة الجهات الصحية المختصة. فقد رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطبيق هذا الرأي بضوابطه المذكورة لفتح الجامع لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، إظهارا لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.